كذلك من المناحي الفقهية في الإبل مسألة نقض الوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا الحديث ذهب به الإمام أحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ووافقهم البيهقي من الشافعية وغيره من العلماء من علماء الشافعية، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف، يعني من السلف خاصة، على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أخذا بحديث جابر: كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من لحم مسته النار. فجمهور العلماء جعلوا هذا الحديث ناسخا، وذهب النووي رحمه الله إلى أن دعوى النسخ هنا باطلة، وهذا كله يتعلق بمسألة في الأصول في قضية الخاص والخاص والعام. الذي يعنينا من القضية كلها أن أنقل لك اختلاف العلماء في مسألة لحم الإبل، هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء.